آسف. اتأخرت كده ليه؟ المحاضرة اتأخرت والله، وكان عندي برنامج مع البنك كمان وما حضرتهاش. لا كنت احضرها كمان وما تشوفنيش. أنا أقدر برلان. أنت قدرت امبارح. يا دودو أنا ما كنتش عايز بابا يزعل بقى، ما أنت عارفة. أنا بهزر على فكرة، إزاي يعني ما تحضرش عيد ميلاد أخوك؟ بعدين أنا هنا أهو مش هطير. مش عايزين نزعل أنكل. عايز تعرفي الحقيقة؟ أنا نزلت امبارح والله. اليوم اللي ما بشوفكيش فيه ببقى حاسس كده ان في حاجه ناقصاني. انا اصلا كتبت امبارح اغنيه اسمها حاجه ناقصاني. يا سلام، طب سمعيني دلوقتي. اخلصها بس كده والحنها واسمعها عشان خاطري بقى يا تيتو. اصبري بقى، انا عايز اسمعها لك كامله. ماشي. نفسي اتجوزك يا تيتو. والله العظيم ابوكي لو يوافق اروح له النهارده. هتقول له ايه يعني؟ بحبها. مش هيفرق معايا، اقول لك اللي بيحبوها كتير. احترمي نفسك، ها؟ ماشي؟ هو في حاجة؟ في ايه يا بنتي؟ في انك من قبل ما تيجي وهو قاعد بيبص لي. أنا مش فاهمة البجاحة دي. أنت بتكلميني أنا؟ أه بكلمك أنت. أنت مركز معايا ليه؟ طب ما براحتي، ركز مكان ما أنا عايز. براحتك. وإيه البجاحة دي؟ لا يا حبيبي أنت ما تردش أصلاً. أمر يا نجم. زي ما سمعت. ما تردش معايا ولا تتكلم كلامك معايا أنا أمين؟ جات تتخانق بقى كلمه كمان واعملها حاجه بتدي ولا ايه حاجه يا صاحبي ماشي هات الشيك يا دي كل المشاريع اللي حضرتك طلبتيها يا فندم اتفضلي شكرا يا باشمهندس اتفضل اقعد شكراً إنك نفذت كل اللي طلبته بسرعة ده في حد ذاته بيفرق معايا جداً لا شكراً عليك يا فندم تحت أمر حضرتك تمام بالنسبة لوضع كل مشروع احنا واصلين لفين؟ ده مع الباشمهندس حسن ماشي طب وبالنسبة للمقاولين أنا عارفة إن في مشاكل معاهم معاك حصر؟ ده برضو مع الباشمهندس حسن هو في إيه؟ أمال أنت بتعمل إيه؟ أنا بتابع كل المشاريع يا فندم تابعها مع مين؟ مع الباشمهندس حسن فعلاً ده فين يا عم رمزي؟ عندي مشاكل من الصبح يا سيادة رئيس مجلس الإدارة لا خلاص بقى، ده محدش قال لك؟ قال لي إيه؟ مش جابوا حد تاني؟ حداية تانية لا أنت أكيد بتهرج بهرج إيه؟ أنت محدش اتصل قال لك؟ اتصلوا بيا ما ردتش جابوا مين؟ والله واحدة كده اسمها نادية دي جابوها منين دي وايه علاقتها بالشركه؟ مش عارف والله يا رمزي، الاقاويل كتيره بس المؤكد يعني ان احنا داخلين على ايام ما يعلم بقى الا ربنا. ربنا يستر، بقول لك ايه؟ ايه؟ شازا عايزه تقعد معاك. شازا مين؟ اللي كانت معانا امبارح. مستلطفاك يا سيدي ومش مصدقه ان انت عندك اربع اولاد وعندها استعداد تتجوزك. شوف انا بكلمه في ايه يقول لي ايه؟ اقفل يا رمزي الله يهديك. طيب. يلا سلام يا مراد تحب تتغدى ايه بقى؟ مش فارقة بقى والله اي حاجة لا انت لازم تحدد عشان انت اللي هتساعدني في المطبخ النهارده قدامك ثلاث اختيارات ملوخية سبانخ او بانيه ومكرونة لا انا نازل مع شيكو دلوقتي بعدين هنطلع نذاكر عند تامر في البيت لا مش هتتغدى معانا يعني لما ارجع بقى بقول لك يا بوب ممكن تسيب لي العربية النهارده بعد اذنك؟ لا يا حبيبي النهارده اليوم بتاع طاهر وبعدين قبلها انا هاخدها اودي اخوك التدريب ماشي يا بقول لك انت خلاص الموضوع ده خلص عملت اللي تقدر عليه وانتهى الكلام ما تقعدش بقى ايه تحزق في حاجات مالهاش اي لازمه ولما نرجع بالليل كده ونقعد على رواقه نختار شركه شحن كويسه نعمل معاها ديل كويس ماشي يا بابا ماشي حبيبي ماشي يلا سلام سلام ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ ثلاث مرات تكلمني وكل مرة بطمن عليك يا بابا، بطمن عليك يا بابا، ما تجيلي دغري وتقول لي عاوز ايه يا علي؟ عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ اتفضلي يا أستاذة. كل ما لازم الفيزيكس اللي ناقصاكي هيك. ميرسي قوي يا خالد. حسابهم كام بقى؟ لا والله، حساب ايه؟ ده أنا مدير السنتر وأبويا صاحب المكان.
الكلام ده بنعمله مع الناس الغريبه، وانت مش غريبه يعني. لا معلش انا مش هقدر اخدهم غير لما ادفع فلوسهم. جرايه ليلى، وانت ينفع تدفعي لاخوك الكبير لما تطلبي منه حاجه؟ اه عادي انا بدفع لاخواتي. لا انتوا عيلتكم غريبه بقى، ده مش موضوعنا. عموما خلاص مفيش مشكله يا ستي، بس مش لازم دلوقتي يعني، بتدفعي قبل ما تدخلي الحصه. ماشي. واي ورقه تحتاجيه قولي لي، ولو احتجتي اي حاجه من اي مستر من اللي بتحضري معاهم قولي لي برضو، انا خليتهم يحجزوا لك في الصف الاول. انا ممكن اسالك سؤال؟ انا عارف السؤال. انا بعمل معاكي كده يمكن عشان ما عنديش اخت صغيره اعرف اساعدها واتكلم معاها. طب انت عارفه من ساعه ما خدت رقم تليفونك ورغم ان مكالماتنا قليله يعني، بس ما بحس ان انا مبسوط. اكيد انت كمان اهو، برضه احساس حلو كده ان الواحد يبقى ليه اخ او اخت. على فكره انت لو متضايقه ان انا بكلمك قولي لي يعني، مفيش مشكله. لا عايزاك تكلمني. وبفرح كمان لما بشوفك. هي حصة الكيمستري هتخلص امتى؟ هيتأخر 7 ساعات، هيتأخر نص يعني، هتخلص 7:30. اوكي ثانية واحدة. ايوه يا ماما هخلص 7:30. ماشي هعدي عليكي 7:30، تكوني بره. يلا سلام. معلش بتقلق عليا على طول. حاجة حلوة انها بتقلق عليكي، حقها برضو. انا لو عندي بنت زيك مش هسيبها اساسا. ايوه يا قرو. انا خلاص خلصت محاضرات، هبتدي بروفا كمان نص ساعه بالظبط. هتنزلي تقولي هتعدي على الهند، نروح نجيب لك سكرين بروتكتور وكفر الموبايل ونرجع. استنيني بس انت على اول الشارع بقى في الكافيه ده وهخلص واجي لك. انت مش قلتي الكلام ده الصبح؟ بتعدي وتزيدي تاني ليه يا زنانه؟ باكد عليكي. الله لا ما تاكديش، خلاص حفظت. بس بقول لك ايه، انت هتغيري السكرين بروتكتور على حسابك. حاضر. وهتدفعي فلوس الكافيه. ما اكلك احسن بقى. حاضر يا قرو. اقول لا ما تاكلنيش، واقفه بعمل اكل. ما تطفحينا ايه بقى النهارده؟ فاصوليا. اقفلي بقى. باي. ايوه يا ماما، غلت اللحمه غلوتين مش غلوه واحده زي ما انت قلتي. شاطره يا حبيبتي. هند ما كلمتكيش؟ لا. وتكلمني ليه؟ لا بسال عادي، اصلها ما بتردش عليا وبعتت لي على الواتساب. بس لا تلاقيها مسحوله ولا حاجه، يومها طويل قوي النهارده. بقول لك انا هعدي عليها علشان عايزه اغير السكرين بروتكتور بتاع تليفوني وعايزه اجيب كفر، فهروح لها ونعمل المشوار ده ونرجع مع بعض. ياه وده من امتى؟ يلا يا نيلي انزلي. مش عايزه. هو انت فين يا ماما؟ هو انت ما بتتهقيش من الاسطوانه دي؟ اضغط 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 يا ابني، اضغط اضغط يا بقعد اضغط. لا يا ابني اضغط، لازم حد ورا يا كابتن، لازم حد ورا. تيجي تضرب انت. بس شوط. حلو حلو، العب شوط من عندك. شوط شوط. ايه ده؟ اهدى بس يا ابو ايه. ده مدرب حمار طول عمري بيقول عليه كده. طالما انت عارف انه حمار، دخلت مصطفى معالي من الاول. لما جبت مصطفى ما كانش هو اللي بيدرب. حلو ده حلو. شوط من عند. شوط شوط شوط. باص 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 باص. ايه الكره مش معاهم اصلا. هلا معلش معلش. احنا احنا لا اله الا الله. ايه يا علو، ايه بقى الموضوع المهم اللي عاوزني فيه؟ هقول لك بس عايزك تبقى مركز معايا. يا سيدي مركز قول. عارف صيدليه الدكتور عوض اللي في شارع 9؟ عارف. اوعى تقول لي انك عاوز تشتغل هناك. على فكره الصيدليه اللي انت فيها احسن بكتير جدا. صيدليه الدكتور عوض دي مليانه ناس موظفين بيشتغلوا. المكان اللي انت فيه الاستفاده اللي هتطلع بيها احسن بكتير، حتى لو هناك يدوك مرتب اكبر. مرتب اكبر واصغر ايه يا بابا؟ انا مش عايز اشتغل هناك اصلا. ما انت عايز ايه؟ الصيدليه دي معروضه للبيع ب 7 مليون جنيه بس. بس؟ تصدق رخيصه. دي فرصة العمر، فرصة العمر لينا كلنا. دي أقدم وأكبر صيدلية في المعادي، يعني زبونها مضمون. وكمان صاحب الصيدلية عايز يبيعها بالاسم والرخصة كمان، مشروع كسبان كسبان. أنت عبيط يا علي. أنا معايا 7 مليون ولا حتى مليون منين؟ ما أنت عارف اللي فيها. إحنا عايشين على قد مرتبي وأراضي الأرض. لا معاك 7 مليون، وأكتر من 7 مليون بكتير كمان. لو اللي في دماغي صح هزعل يا دكتور. لا صح، وما تزعلش، لأن أنت آجلاً أم عاجلاً هتبيع. علي. قفل على الموضوع ده خالص. اقفل ليه بس؟ عايزني ابيع الحاجه الوحيده اللي فاضله من ريحه اهلي؟
وهنعيش ازاي؟ نعيش ازاي يعني ايه؟ يعني انا واخواتي هنجيب شقق ونعيش ازاي؟ البيت ده ارضه تسوى اكتر من 50 مليون جنيه، ده غير البنى، يعني لو بعناها وقسمنا الفلوس دي علينا انا واخواتي نبدا حياتنا ونرتاح، وانت كمان. انت عايز تورثني بالحياه يا علي؟ طب استنى لما يحصل لوحده وتورث يا كبيري. ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ انا اللي بقول، انت اللي بتقول، حتى لو ما نطقتهوش باين في عينك وانت بتتكلم. باين ايه في عينيا يا بابا؟ انا عايز اريحك من همنا، عايزك ترتاح. احنا خدنا الصيدليه دي هنعيش ملوك. انا مش عايزكوا تعيشوا ملوك. امال انت عايزنا نعيش ازاي يعني؟ عايزكوا بني ادمين عاديين بتشقوا على اللي انتوا عايزينه وتحققوا بمجهودكم. وبعدين بفرض لو انا بعت، رغم ان ده مستحيل بس فرضا يعني، هديك فلوس تفتح صيدليه؟ خبرتك ايه تفتح صيدليه وانت في السن ده؟ خبرتي دراستي، وانت عارف ان انا شاطر جدا. حبيبي الدراسه حاجه والواقع حاجه تانية، ده مرمطه. مرمطه ايه بس يا بابا؟ ايوه، يعني وقفتي اول ما اتخرجت من هندسه في الموقع مع المقاولين هي نفس وقفتي بعد 25 سنه خبره؟ انا مطلوب مني اقعد 25 سنه اتمرمط في صيدليات ناس تانية عشان في الاخر اكون زيك؟ مين قالك ان انا عايز اكون زيك؟ قوم امشي علي، قوم قوم. انا اسف يا بابا بس انا مش مقتنع باللي انت بتعمله ده. ان شاء الله عنك ما اقتنعت. شكرا. العفو. عم حرام عليك، حرام عليك. استاذ حسن اهدى شويه، اهدى معلش. اهدى ايه بس حضرتك؟ يعني ما خسرانه خسرانه، كان يغير يعني يبدل. معلش معلش اهدى اهدى. اجمد يا نيلي، احسن معاذ، احسن كويس. نيلي بتزوقي ليه؟ هو اللي زقاني. وطي صوتك وما تسوقيش حد تاني. ما يقصدش، يلا نقل اللاين التاني. يلا فريدي ظهرك وابتدي. يمكن عيبها الوحيد انها عنيفه شويه. بس والله العظيم اتكلمت معاها في الموضوع ده 100 مره، بس يمكن عشان هي مش حابه التمرين فعشان كده العنف زايد عندها شويه. طبيعي انها طول ما بحبش السباحه، معظم الاولاد اول كام سنه بيقولوا كده، بس اول ما تبتدي تنزل بطولات بجد وتجيب ميداليات هتحبها. اتفضلي. الو اجمل يا نيلي، انا نزلت هعدي على هند واعمل المشوار اللي قلت لك عليه ونرجع على طول. ماشي، لما توصلي طمنيني وما تتاخروش. حاضر يا ماما. وهاتي لي جراب للموبايل بتاعي علشان الجراب بتاعي اتقطع. بس على حسابك. بقول لك ايه، كله النهارده على حسابي مش من مصروفكم. زعلانه يا ماما؟ احترمي نفسك، انا اترقيت. مبروك. وعايزه تاكلي الموضوع في جراب وسكرين بروتكتور؟ ها، طب ما غير الموبايل بقى. الموبايل اللي في عينك، انا اترقيت بس المهيه ما زادتش. الفزوره ولا ايه؟ احكي لك بالليل، يلا اقفلي، باي باي. ايه رايك باين عليا؟ يعني عايزه ريم بعد كل اللي انت حكيه لي ده ما يبانش عليكي؟ اكيد باين. بجد باين فرشور. بس هو السؤال دلوقتي، جوزك قال ايه؟ قال مش بطال. نو بعد كل ده مش بطال؟ اتكلموا على ايه؟ فهموني. انت مش بقالك شهر ونص ما شفتيهاش؟ ايوه صح، كنت فين؟ خلاص عليك يا ناديه، كل ده ما حسيتيش بغيابي؟ هو انا دماغي فيا؟ انت لو عندك اربع بنات هتفهمي. ربنا يكون في عونك بجد. قولي لي كنت فين؟ عملت التامي تاك. ايه التامي تاك؟ دي عمليه لشد البطن لازاله اثار الخلفه والرهرطه والحاجات دي. شفت دهون يعني؟ لا مش شفت دهون، ده شد وشيل طبقات. بس اتمنعت من الحركة 4 أسابيع ولبسوني بقى بدلة زي بدلة الغطس كده ستريتش، وقعدت ما قلعتهاش شهر بحاله. ايه المرمطة دي يا بنتي؟ لا وفي الآخر يقول لها مش بطال. وعملتي كده ليه أصلا؟ يعني أنا قلت تجديد علشاني وعشانه. لا حبيبتي، أنت عملي كل اللي أنت نفسك فيه بس عشانك أنت بس. أنا ببقى راجعة من عند الدكتور التجميل ومغيرة في خدودي وشفايفي، يقول لي مالك وشك ورم كده ليه؟ نخرج الاقيه بيبص على الستات اللي عاملين نفس اللي انا عاملاه بالظبط. والله انتوا دكاترة التجميل بتوعكوا دول مستغلينكوا اوحش استغلال. يعني انت ما عملتيش حاجة كده ولا كده؟ عامل لمين؟ وليه؟ علشان مثلا تتجوزي؟ مين العبيط ده اللي هيتجوز واحدة عندها 4 بنات اصلا؟ ولو لقيته ابقى انا عبيطة واكرر نفس المأساة تاني؟ يا شيخة بكره اتجوزيهم وهتفوقي لنفسك.
لما اتجوزهم هيبقى خلاص تو ليت. وريني كده. حلو بس مجنونه. اضغط اضغط يا ابني اضغط. حل عليه. حلق يسطوره. معلش معلش يا رجاله معلش معلش تعوض الماتش الجاي. احنا احسن احنا احسن. معلش شايل خمسه وبقول احنا احسن. انت ليه يا كابتن ما نزلتش مصطفى؟ اظن المدرب ونحقق اقول مين اللي ينزل ومين اللي ما ينزلش. يا اما تيجي تدرب انت احسن. انت مالك عايش كده زور حسن شحاته؟ ما كنت نزلته جربته. ابنك لسه ما جهزش. قدامه وقت. قدامه وقت على الدكه يعني؟ ما تدخلش في صلاحياتي. صلاحياتي يا عم جوزيه؟ الواد دايما يقول انك مضطهد وانا ما كنتش مصدقه. الماتش مش ماتش. ايه الماتش مش ماتش. بتتكلم كانك مدرب بجد يعني. احترم نفسك. انا عارفك بتقول الكلام ده عشان عمك. قول كده بقى. على الاقل عمي لما كان بيدربك كان بينزلك تلعب وانت مالكش فيها. وانت ابنك اصلا اللي مالوش فيها. ده انت راجل قلبك اسود. عيب. ده انت قدوه. عمك برضه مالوش فيها. لا له فيها. مالوش فيها. لا له فيها. مالوش فيها. له فيها. مالوش. له. مالوش. له. مالوش. له. مالوش. انا بقول لك له. 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 مالوش. له. تسلم ايدك. امسك. بص يا مريم، بخش على الصفحه دي على طول لان انا بتعرض حاجات حلوه قوي. اشتريت منهم كذا مره. ما بيعرضوش الذات فما بينافسونيش، انت فاهم؟ كمان في زباين مشتركه بيني وبينهم عمر ما حصل مشكله. بس لما انت حكيت لي عن نمره اللي حصلت معاك دي ووريتني الحاجات اللي اتبدد عليك فيهم، لفت نظري انهم كانوا عارضين نفس التيشيرتات دي الصبح. دول هم يا معلم. مش عايزين نسيء الظن في حد ونحطهم في جمله مفيده على الفاضي. لازم نتاكد. بقول لك صفحه محترمه. وبعدين كده بصراحه الواد اللي انت وصفته لي غير الواد اللي انا بتعامل معاه خالص. بقول لك ايه؟ اعمل اوردر بالتيشيرتات كلها وزود عليهم كام حاجه وانا بقى هعرفهم ولا لا. والبس انا التيشيرتات اقدر ما اطلعش هم. يا عم شيكو مفيش الكلام ده، لما ما طلعوش هم انا هشتريهم منك يا عم، اكيد مش هدبسك يعني. وبعدين ما تقلقش. احنا رايحين نكلم اتنين تلاته من العيال عشان لو حصل معانا اي حوار. يا عم ربنا ما يجيبش حوارات. ليه كل ده؟ مش يمكن تطلع صدفه؟ يمكن لا.